لفت انتباهي وجود مقطع فيديو للسيد الحيدري يتحدث به عن مظلوميته وعدم قدرته الى العوده للعراق حتى بعنوان الزياره. ما ممكن تطلع الى دوله ثانيه؟ اقول منعونا ادوك في العراق من هنا. لا من هنا ما لا املك الان اي مسبب للخروج. وفعلا رحنا وزرنا المرجع الاعلى وبعض المراجع اللي هناك، لكنه يعني انصدمنا بوجود ردة فعل كانت كبيرة، وكان اكو ممانعة لزيارة العراق يعني فضلا عن إقامته طبعا، و يعني كان اكو رفض لهذه الزيارة ورفض حتى بعنوان الاستقبال، يعني اذا اجى رغما عنهم وراد يزور يعني المراجع فما راح يلقى اكو موعد ولا راح يكون اكو ترحيب زين بهذه الزياره. ف يعني حبيت اكد هذا الموضوع لانه هذه امانه ولانه هذه شهاده من الله سبحانه وتعالى، واسال الله انه تنتهي هذه الازمه اللي يعاني منها السيد الحيدري، لانه هذا الرجل يعني يحمل ما ليس لدى العلماء الاخرين، و أتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ونشوفه على أرض بلاد الرافدين قريبا إن شاء الله.